سيتارمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة. أهلا بك دكتور سيتارمان. في الفترة الماضية كانت اجتماعات مجموعة العشرين لا تصل دائما إلى نتائج مرضية بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء والدول المجتمعة. هل تتوقع بأنه الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية التي تظهر نسب نمو متواضعة ومقلقة ستحث هذه الدول على الاتفاق رغم يعني التباين في مصالحها الخاصة؟ هذا الاجتماع لقمة العشرين في هانغزو في الصين جاء في لحظة حاسمة. انظري إلى الوضع الذي وصفتي أنت قبل قليل، النمو العالمي يتباطأ، هناك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتراجع في التجارة العالمية، والتحفيز هو الشيء الوحيد الذي يدعم النمو. هم بحاجة إلى تحسين الاستثمارات والتجارة وتحسين القطاع المصرفي وتحقيق توافق بين السياستين النقدية والمالية. إذا نظرت إلى الاجتماع هذا، هو يضم دولا تضم ثلثي سكان العالم، 85% من الناتج المحلي الإجمالي و75% من التجارة العالمية حاضرون في هذه القمة. إذن هم تجمع هام، ويجب أن يدرسوا إمكانية تفعيل الاقتصاد العالمي وخفض عدم المساواة في العالم، بحيث يتمكن أي إنسان في العالم من الحصول على حياة لائقة. نعم دكتور سيتارمان، في الفترة الماضية كان الخلاف يأتي مثلا من الحماية المبالغ فيها من بعض الدول، نتحدث مثلا أيضا من الصين بشكل خاص بالنسبة لفرق العملات وسعر صرف العملات اليابان والين. هل تعتقد بأنه سيستطيع يعني المجتمعون اليوم في الصين التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق تحديدا بالسياسة المالية للدول؟ هم يجب أن يفعلوا ما هو مطلوب. كل الدول عليها أن تتوافق فيما يخص موضوع التحفيز. ماذا يفعلون بموضوع طباعة الأموال؟ ثانيا، هناك إصلاحات بنيوية ضرورية، هم بحاجة إلى التوصل إلى الإصلاحات البنيوية الضرورية لتطبق، وكذلك يجب تحقيق التوافق بين السياستين النقدية والمالية. فالسياسة النقدية غير قادرة لوحدها بإدارة المصارف المركزية على حل مشاكل، بل يجب أن يحصل توافق بين السياستين المالية والنقدية. موضوع حماية المستهلك والتعامل مع عدم المساواة، أي الفرق بين الأغنياء، هو بين الأغنياء والفقراء، ازدادت، والعولمة تشهد هزيمة. إذن نحن بحاجة إلى تعزيز العولمة وتحسين النمو العالمي وضمان التوافق بين الحلول المالية والنقدية. إذن نحن في وضع هام، وخاصة إذا نظرنا إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا فيما يخص ميزان المدفوعات، لديها أكثر من تريليون دولار، وبالتالي كيف يمكن تعزيز المناخ الاستثماري وكيف يمكن زيادة التحفيز النقدي والتحفيز المالي؟ هذه هي المسائل الهامة حاليا. نعم، فيما يتعلق أيضا بالتغيرات المناخية التي على ما يبدو ستكون مطروحة على طاولة البحث في اجتماعات مجموعة العشرين، هل تتوقع أيضا أن يكون هنالك تسوية التزامات معينة من بعض الدول بما ترضي كل الأطراف والأخص بما ترضي الكوكب؟ بالتأكيد هذا موضوع هام. اتفاق باريس العام الماضي اتخذت فيه قرارات كافية. دول مثل الصين وأمريكا هم يجتمعان الآن، وسيصدرون أو سيصدر هذان البلدان اتفاقا مشتركا أو إعلانا مشتركا، فهم لوثا العالم بنسبة 39% من التلوث العالمي. إذن يجب الحديث عن موضوع الطاقة البديلة وكيفية التعامل مع ارتفاع مستوى مياه البحار وخفض حرارة الأرض. هم بحاجة إلى اتفاق على الاستثمارات الضرورية لتحقيق هذه الأهداف وضمان تقليل انبعاثات الكربون من أجل مصلحة العالم النامي. هذا يتطلب التزاما كبيرا، وخاصة بين الصين وأمريكا. باراك أوباما والرئيس الصيني سوف يصدران إعلانا مشتركا اليوم بهذا الخصوص، وهذا الأمر سيحفز النقاش بخصوص القرارات الإجمالية المطلوبة للتعامل مع مشاكل البيئة والكرة الأرضية كما قلتي. على كل حال نترقب معك دكتور سيتارمان نتائج هذه الاجتماعات على مدى يومين في الصين، وإذا ما كانت ستكون على مستوى التحديات العالمية. شكرا لك ضيفنا من الدوحة الدكتور رهافان سيتارمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة. شكرا.